أرض الأسباب سعادتنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد، وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أحبائي في الله، لقاء جديد وحلقة جديدة مع الطب الآمن. حلقة اليوم أيها الأحبة في الله نتناول فيها موضوع في غاية الأهمية، هو موضوع علاج طبيعي لجميع الأعمار. سبب حلقة اليوم أن كان بعض الإخوة في لقاء كنا نجلس، فبدأ بعضهم يقولوا العلاج الطبيعي ينحصر فقط في الكسور والإصابات العصبية زي الشلل والجلطات اللي بتحدث سواء في المخ أو في الأوردة، بتؤدي إلى فقد وظيفة، فالعلاج الطبيعي هو دوره تأهيل المريض بعد الكسور وبعد العمليات زي الغضاريف وبعد حالات الأعصاب زي الشلل. طبعا الموضوع ده استثارني شوية، بدأت بقى دافع أقول لا، العلاج الطبيعي مش لهذا فقط، العلاج الطبيعي ممكن للأطفال حديث الولادة اللي بقى عندهم ملخ في الدراع، اللي عندهم نقول خلع في مفصل الفخذ، للأطفال المبتسرين اللي هم اتولدوا، بنسميهم الأطفال الخدج. الخدج يعني إيه؟ يعني كلمة خديجة، هو الطفل اللي اتولد في قبل اكتماله، يعني اللي هو سن من 7 شهور ما بيكونش اكتمل، فبيتم اكتماله فين؟ في الحضانة، فده محتاج لعلاج طبيعي. بنقول أيضا العلاج الطبيعي لإصابات الملاعب، الناس الشباب سواء بقى في جميع المراحل العمرية اللي في ابتدائي وإعدادي وثانوي وتحت 16 وتحت 14، كل دول محتاجين علاج طبيعي. حاليا في العالم يقال العلاج الطبيعي أصبح علاج طبيعي وقائي. يعني إيه وقائي؟ يعني أعمل بعض التمارين تقيري من إصابات معينة، يعني نلعب حتى اللاعب نقول له انت هتلعب تمرينات مثلا بيسموها البوليمتريك اكسرسايز او التمرينات البوليمتريك، اللي هو يبدا ينط نطه ويقذف سواء بيلعب رمح او قرص، بيعمل التمرين يتدرب عليه اوقات كثيره علشان يحمي نفسه من الاصابه اثناء اللعب او التدريب. طبعا قبل ما ندخل في الموضوع بقى تفصيليا لكل الاعمار والمراحل السنيه، زي ما تعودنا بنقدم لحلقة اليوم. حلقة اليوم يمكن هيبقى فيها شكر الناس كتير، بس مش عايز أنا أقول، نوجه الشكر لكل من ساهم ويساهم في رفع المعاناة عن كل مريض وإنه يأخذ بإيد هذا المجتمع. ليه بنقول هذا الكلام؟ لأن كل مريض محتاج فريق حواليه، المريض ده قوة معطلة، محتاج للي ياخد بيده. بيبقى لو شفنا مريض في مستشفى نجد الابن والابنة والزوج أو الزوجة والأسرة، نقول طاقات معطلة قاعدين جنبه ما بيعملوش حاجة، لكن اللي بيساهم في إعادة المريض إنه يرجع تاني عضو نافع يشتغل يؤدي ما عليه، سواء مش لازم يشتغل يعني إنه ينتج في مصنع أو يؤدي خدمة، لا، حتى إنه يشتغل يؤدي مسؤولياته المنزلية لو كانت امرأة، يؤدي شغله وعمله كرجل، يبدأ يخرج من البيت يروح عمله ويرجع. بنقول لهؤلاء جميعا اللي بيساهموا في إعادة المريض إلى حالته نقول لهم جزاكم الله خيرا. ممكن في أسماء كثيرة لكن هنقول معلش الله سبحانه وتعالى، إذا إحنا غفلنا عن الأسماء فربنا سبحانه وتعالى لا يعزب عنه شيء، ما فيش حاجة بتبقى تحجب عن الله، وإذا احنا نسيناهم فالله لا ينسى. بنقول تهنئة، بنهنئ بعض الإخوة برضو والأخوات، يمكن بشرونا وفرحونا الأسبوع ده، ويمكن يعني نخص أخونا الأستاذ أحمد الجزاوي، إن ربنا رزقه بعد 9 سنوات انتظار بحمل للزوجة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم عليها حملها. ويمكن نقول ده كان مثال للرجل المتوكل على الله، مش المتواكل، بيأخذ بكل الأسباب ومعاه الدعاء يوميا مع الصدقة. طبعا ولا نزكي الله أحد، احنا عايزين كل مشاهد عنده هذا الموضوع يتأسى بأخونا الأستاذ أحمد ويبدأ يعمل اللي عمله. كان الرجل عنده رضا ويقول عندي يقين أن الله سيرزقني،
والله فرحنا جدا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتم الفرح حتى في الحلقات، نيجي نبشر كل مشاهدينا بأن ربنا رزقه بالذرية الصالحة. طبعا كثير من المشاهدين تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني سواء في القناة أو على الموقع الخاص أو على رسائل اس ام اس بيسألوا الدعاء لزويهم، يعني بعض بيسأل، بعض الإخوة بيسألوا الدعاء لزوجاتهم المرضى، وبعض بيسأل الدعاء للأزواج، والبعض بيسأل الدعاء للأباء أو الأمهات أو الأبناء. فهنوجز هذا في دعاء شامل جامع لكل هؤلاء، نقول اللهم اشف كل مريض واعف عن كل مبتلى، اللهم ارفع مقتك وغضبك عن عبادك في سوريا، اللهم رد كيد الكائدين وعدوان المعتدين وظلم الظالمين وخيانة الخائنين، اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونجعلك في نحورهم. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. موضوع النهاردة، موضوع النهاردة علاج طبيعي لكل الأعمار. احنا زي ما قلنا سبب الحلقة حد كده يعني أثرني قال لي ايه العلاج الطبيعي بس للحالات دي، فقلت لا. يمكن اللي بيتابع قناة الرحمة باستمرار هيجد ان في برنامجنا الطب الآمن عبر السنوات الأربعة اللي فاتوا اتكلمنا عن علاج طبيعي للحوامل، علاج طبيعي بعد الولادة، علاج طبيعي لإصابات ملاعب، خشونة الركبة، ألام الظهر، ألام الرقبة، كل دول ليهم علاج طبيعي. نعم ليهم علاج طبيعي، بس لو هنيجي نتكلم تفصيليا ما هي العلاج الطبيعي؟ العلاج الطبيعي يعني ايه؟ بنقول هي وسائل طبيعية ربنا خلقها، سواء أشعة بنقول ممكن الجهاز دلوقتي بيعمل لنا أشعة تحت الحمراء، ولكن الله خلق هذه الأشعة في أشعة الشمس. واحد يقول طب الأشعة فوق بنفسجية، نقول الجهاز الموجود هو أيضا، احنا العالم اللي عمل هذه الأشعة هو أخذ هذا من ما فعله المولى عز وجل أو ما خلقه المولى، وهو أشعة الشمس في الصباح الباكر وقبل الغروب. وهنرجع ناخد اتصال ثم نرجع للعلاج الطبيعي لجميع الأعمار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. أخونا أبو عبد الله من القليوبية. أبو عبد العزيز، أهلا أبو عبد العزيز. السلام عليكم. دكتور أمير، الحمد لله رب العالمين، ربنا يبارك في عمرك ويجزيك عنا كل خير. والله الله يكرمك. الله يرضى عليك. دلوقتي أنا عندي ولدين من ولادي، نعم، كانوا عاملين عمليات جراحية لوز والزايدة، فبناء على ذلك تقريبا والله أعلم، هل البنج يأثر على المخ، بيجيب كهرباء زيادة في المخ؟ نعم. طيب نجاوبك إن شاء الله. والله يرضى عليك كمان. دلوقتي الأعشاب اللي موجودة عندي في البيت، الأفضل إنها تتعمل تتعان في كيس بلاستيك ولا تنحط في ورق أحسن؟ وإزاي أعرف إنها تلفت ولا متلفتش؟ حاضر إن شاء الله أقول لك. حاضر. ها؟ هقول لك بإذن الله. حاضر يا أبو العزيز، ربنا يحفظك. ألف سلامة أخوي. معانا الأخت إيمان من الدقهلية. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اتفضل. لو سمحت يا دكتور. اتفضلي يا أختي. أنا عندي بنتي، يعني هي عندها 15 سنة بس لسه في تبول لا إرادي. تبول ليلي مش لا إرادي. تبول ليلي. أيوة. الله يفتح عليك. الله يخليك يا دكتور. حاضر، نقول لك تعملي لها إيه. حاضر. إن شاء الله. الله يشفيها ويعافيها ويعافي جميع بنات المسلمين. دعائك يا دكتور. اللهم اشفي وعافي يا رب وارحم. طيب في اتصالات معنا. أختنا أم مريم من السعودية. السلام عليكم. معنا أختنا أم مريم من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام. وطي التلفزيون يا أم مريم، وطيه وكلميني من التليفون. وطي التلفزيون على الآخر. إزاي حاسس يا دكتور؟ الحمد لله. أنت عم إحنا شاكرين ليك. الله يبارك لك. البرنامج بتاع خمسة صحتك كان جميل. الله يبارك في حضرتك. أنا شعري ممكن اسال سؤالين؟ اتفضلي السؤال الاول. انا شعري كنت مثلا بدبري عامله، وبعدين رحت لحد جدي صبغه رحت بيها. راح من ساعتها، ومن ساعتها هو ما ينزل ومش عارفه اصرف خالص ولا اكتر وما ينزل، وجبت له زياده كتير وكشفت كتير. طيب خير ان شاء الله. نقول لك السؤال الثاني. وعندي بنتي بنتي طالعنا حب في وشها ورغبتها كله في رغبتها حب احمر كده صغير. سنها كم سنه يا ام مريم؟ سنتين. سنتين.
حاضر. معانا اخونا محمد من الجيزه. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. اتفضل يا استاذ محمد. عليكم السلام وبركاته. اتفضل يا اخونا. والله حضرتك يا دكتور امير، زوجتي نعم دايما تجي لها برد ورعشه في جسمها في الصيف او في الشتاء. اي هواء في الصيف تحس انها بتمتصه. دايما لابسه بلوفر والكلام ده. عملت لها كل انواع التحاليل. ايوه. الغده وكل التحاليل قالوا ما فيهاش اي حاجه كويسه. نعم. لدرجه ان في دكتور قلب قال لي تاخد ايه؟ كشف على قلبي اي حاجه ممكن تاخد سكريات تديها طاقه وتديها دواء للاعصاب كده ايه ب 15 جنيه فيتامين ب وفيتامين 12. ايوه. حتى هذه اللحظه دايما الدرد تمتد كده كده سعانه. حاضر. دايما كده سعانه ودايما كده بتفصل الهواء. نعم. طيب حاضر. شكرا جدا. شكرا. الله يحفظك بارك الله فيك. اختنا ام احمد من القاهره. السلام عليكم. السلام عليكم. وبركاته. ازي حضرتك؟ كل سنه وحضرتك طيب والمسلمين كلهم طيبين يا رب. واياكم يا ام احمد. استاذن حضرتك في كم سؤال كده بسرعه. اتفضلي السؤال الاول. كان جالي دور برد وبعدين بقالي اسبوعين في الكحه، خدت تيليو وخدت سيكم وخدت ينسون ونعناع والكحه مش راضيه تروح خالص مني وتعباني. نعم. دي حاجه. الحاجه الثانيه بعد اذن حضرتك، شعري كنت جربت اللي هم الخمس انواع من الزيوت اللي حضرتك بتقولهم. أيوة. وخلطتهم على بعض بينشف شعري خالص وشعري بيقع زي ما هو وخفيف زي ما هو. يعني مش عارفه ما جيتش عليها تقريبا. اذا كان في حاجه تانية حضرتك تقولها لي. والحاجه الاخيره معلش، بعد الاكل انا بحس بمعدتي يعني صعوبه في الهضم واحس ان بطني وجعاني ومعدتي وجعاني، ما احط ايدي كانها زي الدمل كده. يا رب يسعدك ويخليك. ربنا يشفيك ويعافيك. صح بركاته. معانا اختنا أمة الله من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام وبركاته. اتفضلي يا اختي. لو سمحت يا دكتور، انا عندي السكر عالي. وعندي برضو ضغط واطي. سنك كام سنه؟ عندي 38 سنه. وكمان بعاني من يعني عندي حاجه اسمها حمى البحر المتوسط. ايوه. حاضر. اقول لك تعملي ايه؟ حاضر يا اختي. اخونا عمر من الفيوم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا شيخ عمر. وطي التلفزيون يا عمر. وطي التلفزيون يا اخوي. اتفضل يا عمر. نعم. مريض دكتور، كان عندي فيروس سي. ايوه. طبعا فكنت عايز اعرف الافضل الاعشاب ولا الفؤان يعني. نعم. حاضر. تمام شكرا. الله يشفيك ويعافيك. اختنا زينب من اسوان. السلام عليكم. السلام عليكم. ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. اتفضلي. كنت عايز اسال حضرتك ان طولي 150 ووزني 39. الطول 150 نهائي، جربت جميع الوصفات ومفيش فايده. حاضر. عايزه تزيدي؟ شكرا يا دكتور. حاضر يا اختي، ربنا يشفيك ويعافيك. اخونا عادل من كفر الشيخ. سلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. الله يخليك. ازيك يا باشا؟ الحمد لله. والله حضرتك انا عندي ابني صباح الصبح كده يقول ربيته بتوجعني، يعني كان اشتكى ده وهو عنده 3 سنين، هو عنده 9 سنين حاليا. ايوه. وصباح الصبح يشتكي برجله مش قادر يدوس عليها من ربيته، شويه يمشي عليها وشويه يمشي بيعرج كده. عنده التهابات في الحلق؟ عنده، كان عنده مناخيره كده فيها بتحصل فيها التهابات. لكن ما فيش عنده لوز ولا التهاب حلق؟ لا، هي كنت كشفت عليها قبل كده عند الدكتور في الانف كده، قال لي فيه التهابات كده. ربنا يشفي ويعافي يا رب. عندنا اتصال ايضا من اسوان. سلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. لو سمحنا دكتور، عندي قلب في رجلي من تحت ومضايقني شويه. الرجل فين؟ في القدم؟ من تحت. عندي شرايين اصلا.
في الرجلين ولا رجلي واحد؟ لا رجلي الشمال واليمين. عملت تحاليل؟ الاثنين يا دكتور. عملت تحاليل يا اخي؟ اسم حضرتك ايه؟ شرايين. عندك الشرايين؟ اسم حضرتك؟ عادل ياسين. اسم حضرتك ايه؟ عادل. عادل ياسين. طيب عادل من اسوان. ها؟ وعندك الشرايين في رجليك فيها ضيق. ايوه يا دكتور من الاثنين. حاضر، نقول لك تعمل ايه يا عادل؟ ربنا يشفيك ويعافيك يا رب. معانا اختنا ام ملك. السلام عليكم. وعليكم السلام يا دكتور. اتفضلي يا اختي. ازي حضرتك؟ الحمد لله رب العالمين. بعد اذن حضرتك، انا عندي بنتي عندها 4 سنين ولسه ما مشيتش، وعملت لها كل الفحوصات الطبيه ما فيهاش حاجه، اشعه رنين ومقطعيه وكله. عملوا لها كهرباء على المخ؟ حصل طفره في 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 في, في جين معين خلاها يعني بتتاخر في المشي، وعندها سمكيه جلد مع بعض. يعني بتتكلم كويس؟ لا برضو الكلام خفيف. يعني هي ماما بابا اشرب اكل تيتا. طيب كده بتفهم لما بتديها اوامر اعملي كذا؟ عارفه كل حاجه. عملت لها مقياس ذكاء؟ عملت لها مقياس ذكاء طلع 72. وعملت لها مقياس سمع؟ ومقياس سمع ما فيهوش حاجه خالص، يعني انا ما سبتش اي حاجه ما عملتها. الحمد لله. طيب ودلوقتي ماشيه مع العلاج الطبيعي. ايوه. بس يعني ما تيجي تحرك رجلها بتشيلها بايدها. مش عارفه ليه. أيوه. وهي قاعده كده يعني عايزه تحرك رجلها تشيلها بايدها. الحاجه الثانيه اجي اشيلها تروح عامله رجلها زي المقص كده مع بعض. يعني حتى العلاج الطبيعي انا ماشيه بقالي فتره يمكن من سنه ونص معاه. تمام. الله يشفيها ويعافيها. اقول لك يعني تعملي ايه؟ رجاء من حضرتك ترد عليا في الموضوع. حاضر. ده اللهم اشفي وعافي. طيب احنا يمكن من اللي شفناه النهارده في الاسئله يمكن 11 متصل اتصل لغايه دلوقتي، ال 11 بيترجموا لنا موضوع علاج طبيعي لكل الاعمار. يمكن ام ملك وهي بتحكي قصه بنتها ورتنا ان في علاج طبيعي في سن صغير اللي مش قادرين يتحركوا، اللي عندهم مشكله، بتقول مشكله طفره في الجينات اثرت عليها خلتها مش قادره تتكلم، النطق اقل. يمكن لما نشوف اختنا زينب او زينب من اسوان بتقول الوزن وحاسه ان وزني ما بيزيدش، يبقى دي في منتصف العمر. هنجد اختنا ايضا انا طلاب بتتكلم عن السكر والضغط وحمى البحر الابيض وايه دور العلاج الطبيعي والطب الامن في هذا. هنلاقي اخونا ابو العز وهو بيتكلم عن اولاده اللي عنده لوز واللي عنده زايده والاثنين حصل، هل البنج بيأثر؟ هل ايه دور العلاج الطبيعي في اللي خدوا جرعه بنج زياده؟ خاصة للبنج مش واحد، يعني مش كل الناس نقول بياخدوا طاقية بنج أو حقنة بنج، لا ده في بنج يعني دلوقتي أصبح مشهور جدا خاصة عند الولادة وعند اللي بيعملوا عمليات في الجزء الأسفل من الجسم اللي هو الحقن الإبيديورال اللي بيتاخد في العمود الفقري. أما نيجي نشوف العلاج الطبيعي مفيد لكل عمر من الأعمار، وإن كنا بنركز على الوقاية خير من العلاج. يعني أنا ما استناش لما يبدأ يحصل لي، خصوصا لأخواتنا وأمهاتنا اللي سنهم يعني عدى 60، إن تستنى إنها تقول إيه أما يجي لي هشاشة والوقعة وتحصل مني. لا، الهشاشة وعدم الاتزان هي محتاجة إنها تفضل تمارس حياتها بتمرينات يوميا علشان تحمي نفسها، تقوي عظمها، تزود التوازن عندها. يبقى العلاج الطبيعي ليس نقول بعد الإصابة. يمكن المستشفيات الكبرى يمكن في العالم بيعملوا حاجة جميلة جدا، المريض اللي هيخش يعمل عملية في أي حاجة، يعني مثلا عملية في المخ هيستأصلوا ورم مثلا في المخ، يقولوا احنا قبل ما طالما العملية مش ملحة قوي بندي المريض فرصة شهر شهر ونص يعمل علاج طبيعي يقوي العضلات اللي ممكن تضعف بعد العملية، بحيث اما يخش الجراح يشيل الورم يطلع المريض بيتحرك وماشي، مش يرجع يقولك رجلها خدلت ومش قادر احركها. نفس القصه بتتعمل دلوقتي لجميع الجراحات اللي بنسميها البارده. البارده يعني ايه؟
يعني حد عنده مرارة وهيشيل المرار، فيها حصوات في المرار، فهيحصل فيه فتح في جدار البطن. كثير من الأخوات تقول بعد العملية بدأ يحصل عندي فتح، وبيحصل عندي بركب شبكة، لأن ده إيه؟ عضلات البطن لم تكن مؤهلة لهذه الجراحة. أي مشرط بيتضرب في عضلة بيخلي العضلة تفقد 40% من قوتها وقت الجراحة. طب هي كانت داخلة تعمل الجراحة كانت العضلة 100% ففقدت 40، لا دي كانت داخلة العضلة 20% أساس. وده اللي يبين لنا إيه، سواء في الرجال أو النساء، أنا مش بقول على النساء، إن حتى نجد الكرش اللي موجود عند الراجل ده دليل إن عضلات بطنه ضعيفة. ده لو دخل عمل أي عملية في البطن، عملية زايدة بسيطة، يطلع بعدها يقول حصل بعدها فات، إن العضلات لم تكن مؤهلة لهذه الجراحة. هناخد اتصال ونرجع تاني لموضوعنا. السلام عليكم. أخونا إيهاب من القاهرة، السلام عليكم. اتقاطع الاتصال، نقول له حاول الاتصال تاني يا أخ إيهاب. أختنا أم تامر من القليوبية، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. لو سمحت يا دكتور، بس أنا عندي ركبتي بتوجعني. أيوة. وما بقدرش أسجد عليها. تمام. فانا رحت كشفت كذا مره عند دكتور العظام وكتب لي علاجات، والعلاجات دي باخدها، معدتي بتوجعني جدا وجيلي اسهال. نعم. وانا نفسي اوعي ان انا يعني وانا بصلي اسجد كده، انا بصلي وانا قاعده. قول لحضرتك اعمل ايه؟ حاضر، اقول لك تعملي ايه يا ام تامر. اخونا ايهاب من القاهره، السلام عليكم. السلام عليكم. صباح الخير وبركاته. ازيك يا دكتور؟ الله يبارك في حضرتك. الله يبارك فيك يا دكتور. بقول لحضرتك بس كنت عايز اعرف تمارين، مثلا تمارين بيحس ان هي مثلا تقي الانسان فيما بعد ان شاء الله من موضوع الغضاريف والكلام ده. نعم. برضو هل مثلا في وجبات معينه او شرب او تمرينات؟ والسؤال الثاني بس يا دكتور معلش، كنت حضرتك قلت قبل كده تركيبه على فرد الشعر. هل استخدم السائل بتاع الميه ولا استخدم الحب معاها؟ ومعلش اذكر لنا برضو الخامات بس معلش. حاضر. شكرا. حاضر. العفو. لا عنين. معانا اخونا محمد من المنوفيه، السلام عليكم. صباح الخير وبركاته. لو سمحت ممكن اعرف في حجامه للعيون؟ حجامه الايه؟ للعيون. للعيون. أيوه. حاضر يا محمد. لو انا عصب العين يعني عصب العين كويس، فقلت الجلوكوم لو حضرتك عارفها يعني. حاضر حاضر. فلا ممكن تكلمني وصلنا على الهواء؟ طيب ممكن ان شاء الله. الحجامه مفيده جدا لعصب العين، اللي هو تقويه عصب العين، العصب ما يحصل فيه ضعف. لا هو بايظ خالص يا فندم. نعم؟ هو بايظ خالص يعني اتدمر خالص. ما احنا بنقول ما جعل الله من داء الا وله دواء. للجلوكوم لو حضرتك تسمع عنها يعني. لا اسمع عنها. حاضر. ليها حجامه. ربنا يكرمك يا محمد ويشفيك ويعافيك يا رب يا ابني. طيب هنرجع للاسئله اللي اتسالت، ويمكن الاسئله كثرت دلوقتي. نقول اخونا ابو العز من القليوبيه بيقول عندي ولدين، واحد شال اللوز والثاني شال الزايده. بيقول هل البنج بيسبب كهرباء زياده؟ بنقول لا، البنج لا يسبب كهرباء زياده، ولكن البنج يسبب اشياء اخرى طبعا لو كانت الجرعه زياده، لو فيها مشاكل. بيقول طيب الوجود الكهرباء زياده عند الولاد ممكن يقل بوسائل عشبيه بسيطه، انا هبلغها لك، وده الكل اللي عندهم كهرباء زياده. اولا الحجامه مفيده جدا للكهرباء. ابو عبد العزيز. ايوه اخونا ابو عبد العزيز بنقول له ممكن الكهرباء تتعالج بمجموعه اعشاب الى جانب الحجامه. ايه الاعشاب المهمه؟ بنقول الشمر، اليانسون، الكراويه، النعناع، البابونج. خمس انواع. بنجيب الشمر واليانسون والكراويه بنسب متساويه، اما النعناع والبابونج بنصف النسبه. يعني لو اجيب 100 جرام شمر او يانسون او كراويه، يبقى النعناع والبابونج 50 جرام. نخلطهم بدون طحن، ناخد ملعقه من الخليط على كوب ماء مغلي ونغطيه كده لمدة 10 دقايق، وبعدين يتشرب متحل بعسل النحل صباحا ومساء. هنا ده بيقلل كهربة المخ دون المساس، ودي مهمة قوي بالقدرة العقلية عند الولاد. بيقول أخونا الأعشاب في البيت أشيلها في كيس بلاستيك ولا أشيلها في ورقة؟ نقول له لا، أفضل حاجة تتشال برطمان زجاج. أفضل شيء نحفظ فيه سواء الزيوت
أو نحفظ فيه الأعشاب هو البرطمانات، بس نحبسها من الهواء تتغطى غطاء، يعني تتقفل قفلة محكمة. ليه؟ كثير من الأعشاب بتأكسد. ودي يمكن نصيحة أنا هقولها لكم بقى، وياريت كلنا نعملها. أما نيجي نشتري أعشاب ما نشتريش كمية، نشتري كمية بسيطة جدا. بيقول لي أعرف إزاي أنها فسدت؟ أولا لو ظهرت بعض الفطريات في الورقيات بنرميها، يعني لو جات أصابتها رطوبة بقى فيها فطريات لازم تترمي. نمرة اتنين، وده مهم جدا جدا، ان لو لقينا شكلها بدأت تتلاصق، نلاقي اللي هو الحاجة مثلا زي الزعتر، لو لقينا كده اللي هو مفروض يعني حاجة زي الشاي لقيناها بدأت تمسك في بعضها تعمل ككتلة لازم تترمي، او تغيرت ريحتها، او بدأ لونها يتغير، بنجيب الحاجة بقى لونها اللي هو الاخضر القاتم لو لقينا بدأت تسود لازم تترمي، او ظهور بعض الفطريات، او وجود بعض يعني السوس اللي بيظهر في بعض الحبوب ايضا لابد ان احنا نتخلص منها. يبقى النصيحة النهاردة نشتري كميات بسيطة جدا من الاعشاب، بحيث ان احنا كل فترة بنرمي القديم لو ما استخدمناهوش ونجيب حاجات جديدة. والحمد لله بفضل ربنا يعني بلادنا، نقول مش بس مصر، ده بلاد العالم العربي كله، الاعشاب فيها رخيصة متداولة وسهلة، ونقدر نجددها باستمرار بأشياء طيبة. ويمكن ده اللي بيميز العطارات الكبيرة، ليه؟ إنه بيبقى عنده نظام تخلص من الأعشاب التالفة وإحلالها بالأعشاب الجديدة، وده يمكن من فضل الله علينا إن هي أثمنها مش غالي. أختنا إيمان من الدقهلية بتقول البنت عندها 15 سنة عندها تبول ليلي. إحنا اتفقنا التبول اللا إرادي يعني بيحصل بالليل والنهار صاحي ونايم، ده على طول عند الناس ما بيتحكموش في البول، ده اسمه تبول لا إرادي. إنما التبول اللي أختنا تقصده اسمه التبول الليلي، أو بمعنى أكبر نقول التبول أثناء النوم، إن ممكن الواحد يتبول بالنهار. بنقول هنا المشكلة، بنقول 99% سببها حالة نفسية. نفسية يعني إيه؟ بيتولد مثلا مولود بعدها حصل الاهتمام الاهتمام قل شوية للبنت، فبدأت تحس ايه اللي بيربط الام بالبيبي، الرضاعة او الاخراج انها بتغير له كل شوية البامبرز اللي هيلبسه. فتغيير الدايبرز او البامبرز اللي هيلبسه والرضاعة، هي طبعا مش هتقول الرضاعة اللي هتقربني بالام، ولكن بنقول أول خط علاج نحن على أولادنا، نديهم جرعة حنان وحنية. الأولاد في كل مراحل العمر محتاجين لمسة حنان من الوالدين. اوعوا تفتكروا البنت لو كبرت شوية الأم تحرمها من حضنها، لا كلام ده غلط. أو الولد ده يقول ده أنا بقيت راجل، لا، الولد بيبقى في أمس الحاجة أن والده ياخده في حضنه ويطبطب عليه، أو الأم تطبطب على كتفه وبيذاكر، أو تاخد بإيده المحتاجين هذا الروابط. ودي يمكن كانوا الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيفعلوها مع أبنائهم، حتى إن رجل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد النبي عليه الصلاة والسلام بيداعب بيقبل الحسن والحسين، فقال أنا لي 10 من الأولاد لم أقبل أحدهم يا رسول الله. قال لا، ربنا نزع من قلبك الرحمة، الرحماء يرحمهم الله، لابد ان نرحم اولادنا. فبنقول لاختنا ده اول حاجه في العلاج. تاني حاجه ان احنا نفضي المثانه يعني البنت قبل ما تدخل السرير سواء بالنهار او الليل تقعد وتاخد راحتها في التبول. مفيش حاجه اسمها تتبول شويه وتروح قايمه جاريه، لا، تاخد راحتها وهي جالسه، ممكن تشغل حنفيه ميه جنبها، ممكن تلمس ميه بحيث المثانه تسترخي. نمره 3، وده المهم، عدم شرب سوائل خاصه الشاي والقهوه بعد الساعة 7-8 مساء. يعني لو نشرب شوية مية ناخد قطرات، بعد كده لابد من إيقاظ، إن يعمل بقى نظبط منبه نوقظ الأولاد دول بعد النوم مباشرة بساعة ونص، إن أكتر فترة التبول بتكون بعد النوم بساعة ساعة ونص. وبعدين نقومهم لصلاة الفجر، ما نخليهمش يسهروا. طبعا قيام لصلاة الفجر مش هنقول لهم قوموا عشان تتبولوا، لا، هتقوموا تتوضوا، وبعد كده تبقى عادة عندهم إن هم هيقوموا يصلوا الفجر وفي نفس الوقت يتخلصوا من هذه العادة. ممكن عمل الحجامة، بعض الناس بتسأل، نقول نعم ممكن عملها أسفل الظهر، بس بشرط تتعمل مرة في الشهر لمدة 3 شهور متتالية فقط. يعني مش نقعد إيه، بعض الإخوة والأخوات اللي بيعملوا حجامة تقول لها اعمليها كل أسبوعين كل 3 أسابيع، لا، الكلام ده مش صحيح. الحجامة مرة في الشهر لمدة 3 شهور متتالية. أم مريم من السعودية بتقول استخدمت نوع من زيت الشعر
طبعا مشهور، وهي قالت اسمه انا مش هقوله تاني، وبعدين استخدمت صبغه كوت لها الشعر فاسقطته، وبتقول ايه اللي ممكن يرجع الشعر لوضعه الطبيعي. انا يمكن قلت وصفات كتيره للشعر، ويمكن دلوقتي معانا الزيت الجديد اللي هو كنوز، ده فعلا يعد كنوز. انا مش بعمل اعلان ليه حقيقه، ولكن هو فعلا نتائجه احنا دلوقتي بنسمع من اللي استخدموه بفضل الله جايب نتائج طيبه جدا، بس يستخدم زي ما مكتوب على العلبه مباشره. بتقول البنت عندها حب احمر في الوجه، بنقول يستحب استخدام الرده، بنجيب الرده الناعمه ونعملها زي العجين، مش عجين يعني، نربها كده زي الميه ونحطها على الوجه لغايه ما تجف، وبعدين نغسل الوجه بماء فاتر مع عدم التنشيف بالحك، يعني ما نجيبش الفوطه نحك الوجه، لا بننشف كاننا بالنشاف بفضل الله بيبقى اثره افضل. اخونا محمد من الجيزه بيقول الزوجه بيجي لها برد ورعشه صيف وشتاء، هنا دي مشكله في الدوره الدمويه. احنا بنعمل لهؤلاء خليط يا اخ محمد، الخليط ده عباره عن ايه؟ عباره عن عسل، نصف كيلو عسل، بتحط معاه 10 جرام جينسنج، الجينسنج بيساعد على حراره الجسم، و10 جرام اللي هو الحب الخردل بنطحنه، اللي هو الخردل مش الاصفر، الخردل البني 10 جرام، و10 جرام مع حبوب اللقاح اللي هي البروبليز، و5 جرام غذاء ملكات، وتاخد من الخليط ملعقه صباحا ومساء مع ممارسه تمرينات رياضيه. بنقول هنا دور العلاج الطبيعي عشان ينشط الدوره الدمويه للاطراف ويدي الواحد احساس بالحراره والدفء. طبعا الدكتور ده الادويه دواء اعصاب، لا احنا بنقول مع اللي احنا قلناه بلاش السكريات الكتير احسن تدخن، ويبقى هو المشكلة كلها دورة دموية، بدأت بعديها كمان يبقى في امتلاء بلاش. أم أحمد بتقول برد وكحة مزمنة، خدت له التليو وخدت ورق جوافة وخدت كذا. أنا بقول يمكن الكحة الناشفة بدأت تترجم عندك يا أم أحمد إن يبقى فيها نوع من أنواع الحساسية، فياريت تاخدي 7 حبوب قرنفل تنقعيهم في كوب ماء مغلي مساء وتشربوا على الريق صباحا، ممكن تدفيهم، وممكن يعني لو لقيت الجو برد دفيهم، لو لقيت الجو حر يتشربوا على الريق لمدة أسبوع، وبعد الأسبوع لو حدث تحسن نبقى يوم بعد يوم، طب لو ما حدثش تحسن هنستمر يوميا أيضا لأسبوع تالي بفضل الله تتحسني. هناخد اتصال وهنكمل أسئلتك يا أم أحمد بعد هذا الاتصال. السلام عليكم أختنا أم محمد. السلام عليكم. ازاي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. حضرتك بس انا عايزه اقول لحضرتك اعمل ايه؟ الدكتور يعني اجي تعبانه والدكتور قال لي انت عندك التهابات في جدار المعده. التهابات وانا بقالي يعتبر سنه الموضوع ده، واكل اي حاجه طبعا بتعب. قال لك التهابات فين يا اخت محمد؟ في جدار المعده. وهي يعني قال لي قرحه، يعني قال لي قرحه. نعم. في المعده. فانا باكل اي حاجه بتعب. ايوه. فانا عايزه حضرتك تقولي، هم دلوقتي قالوا لي يعني عشان نحدد المرض بالظبط لازم تعملي منظار، وكتير جدا خوفوني وقالوا لي ان المنظار دوت ممكن يجيب الكبد الوبائي، يعني بيبقى مش مضمون او بلاش ويبقى متعب. وانا بقى لما يعني كانش البرشام اللي انا باخده الزبره ده انا ما ينفعش احط حاجه في بقي، وبعدين بيطلع على بقي ملح كده يا دكتور لو انا ما خدتش البرشام. بيطلع على بقي ملح كده، وبقى لساني كده بقى تعبان جدا يعني، ومعدتي تبقى فيها نار. لا حول ولا قوة. وممكن لما بنام على ظهري كمان لو كلت ونمت ممكن بحس ان الاكل هيطلع تاني من بقي. فحضرتك تقول لي يعني اعمل المنظار، ثانيا تقول لي لو في علاج للالتهابات بتاعت المعده دي اعشاب غير الببره اللي انا باخده اللي هو العلاج دوت، يبقى جزاك الله خيرا. بارك الله فيك، الله يشفيك ويعافيك يا ام محمد. معانا اختنا ام عبد الله من سوهاج. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله رب العالمين. كل سنه وانت طيب. واياكم واياكم. لو سمحت يا دكتور، انا عندي والدتي عندي سؤالين. الاول السؤال الاول، والدتي عندها كحه مزمنه. ايوه. والكحه عامله عندها نزيف، يعني اول ما تكح يحصل نزيف يعني عندها. نعم. عايز حاجه للنزيف، وانا عندي نزيف من الانف ولا منين؟ انا يعني معايا 3 اطفال وباخد حقن منع الحمل.
فبتنزل برضو يعني ممكن اخذ كبسولة ولا استمر في الحقنة؟ نعم لا انا خلينا مع الوالدة الاول. هل الوالدة النزيف اللي بيجي لها نزيف ايه؟ جاي لها منين؟ من الانف مع الكحة ولا من الزور ولا منين؟ لا نزيف، هي لما بتكح بيحصل لها نزيف. نزيف نسائي يعني؟ نزيف نسائي. ايوه. وبالنسبة لحضرتك معاكي ثلاث أولاد وبتسألي عن وسيلة منع الحمل. أنا باخد طيب. حقنة، فأنا خدتها مرتين. ومرة الثالثة بكرة. طيب أنا بسأل حضرتك هل هي صحية ولا أخذ كبسولة أحسن؟ لأن البرشام بيمنع، بيعمل لي تعب في المعدة. حاضر. ربنا يشفيك ويعافيك يا أم عبد الله. أمة الله من الأقصر، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. احنا بنقول عليها الأقصر ولا الأقصر؟ الأقصر. الأقصر تمام. بس في بعض الناس يسموا الأقصر. طيب يعني لا، انتوا بقى انتوا أهلها أكيد عارفين بتتنطق إزاي. اتفضلي يا أختي. لو سمحت، أنا معايا أختي يعني كانت حملت قبل كده يعني. نعم. ففي الحمل الأول حصلت حاجات يعني كده، ف تأخروا عليها في الولادة ففتحوا لها قيصرية، مع أني كان الوضع طبيعي وكل حاجة يعني. فدروكي الحمل الثاني، هي حمل تقريبا كده بعد سنة ونص، فينفع أنها تولد طبيعة أم لا؟ أيوة. وبعد كده يعني كان حصلت معها حاجات زي القولون وإمساك، يعني لدرجة أني ما تدخلش الحمام غير بالملين. نعم. فعايزين يعني عايزين أعرف هي على اولادها دلوقتي فينفع انها تولد طبيعي؟ حاضر. لا، عشان راحت لدكتوره قالت لها ممكن اديكي فرصه انها تولد طبيعي. الدكتوره الثانيه قالت لها لا، ما ينفعش الولاده طبيعي لاني حملت قبل سنتين على الاقل، يعني كان عدت سنتين عنها، كان ممكن يديها فرصه انها تولد طبيعي. الله يسر الله امرها. حاضر حاضر خلاص نجاوبك. حاضر يا امة الله. طيب نجاوب اختنا الله يكرمها أم أحمد، بتقول أنا الشعر نشف عايزة له حاجة ترطبه، برضو مش عايز بقى نعمل الإعلان، هقول لها الوصفة بتاعت الزيوت، ولكن هي بتقول أنا استخدمت الوصفة وجابت هذه النتيجة أن الشعر نشف. والوصفة احنا قلنا عدة وصفات، أحيانا اللي بيتصل بيقول شعر مقصف فبنوصف له وصفة للشعر المقصف، احيانا يقول شعري بيتساقط فبنوصف له حاجه عشان تقوي بصيلات الشعر اللي طالع جديد، احيانا يقول شعري ما بيطولش يبقى بنوصف حاجه تساعد على نمو الشعر، احيانا يقول شعره بترفع ما بتتخنش، يعني الشعره دي خليه حيه يعني محتاجه غذاء ونمو زي اي خليه في جسم الانسان، فممكن بتنحف الشعره تنحف، او الشعره تترقرق. تترقق يعني ايه؟ تلاقيها بتتقطم، ما فيهاش المرونة. فبنقول كل حالة من دول لها وصف خاص بالنسبة للزيوت، ويمكن ده اللي بنقول يعني الزيت الكنوز بيعالج كل هذا في آن واحد، ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن المرأة تاجها فعلا، تاج الجمال للمرأة وشعرها، والاهتمام به في غاية الأهمية. أولا نشوف هل يوجد عندنا نقص في الحديد، يعني تحليل بسيط جدا اللي هو تحليل الهيموجلوبين، لو لقينا في نقص في الحديد لابد للمرأة ان هي تأخذ حديد مع أنظمة غذائية تحتوي على حديد بكميات كبيرة، أهمها الورقيات يعني الخبيزة، السبانخ، الجرجير، كل ما هو ورق ولونه أخضر فيه كمية حديد مناسبة. العسل الأسود اللي الناس كلها بتحسد مصر أو بتحسد الدول اللي بتزرع قصب السكر عليه، لأن ده الملاس أو العسل الأسود فيه كمية حديد مش موجودة في أي أكل. نمرة ثلاثة البنجر، وده برضو يمكن بلادنا موجود فيها البنجر، الكميات الهائلة من الحديد اللي موجودة فيه، فضلا على الكبد اللي موجود، ويمكن الكبد احنا يعني ما بنوصفوش كتير، ولكن فيه في الكبد مادة من أهم المواد وهي السيلينيوم المفيدة جدا، والمولبيديوم مفيدة جدا ل يعني التمثيل الغذائي الكثير من الأطعمة ولنمو الشعر. بنقول فيتامين، خدنا خلاص الحديد، في الزنك مهم جدا للرأس، فبرضو إضافة الزنك مهم في الأكل، وده موجود يمكن في كبسولات موجودة كبسولات الزنك. بنقول بقى لو لقينا ما فيش حديد، مشكلة في الحديد والحمد لله اترفعت،
فبنوصف هذه الزيوت احنا بنقول زيت الاملج، زيت البردقوش، زيت الجرجير، زيت الزيتون، وبيضاف عليهم بعض النخاع، وبنقول النخاع يكون مسلوق، او ممكن نحط زيت النخاع ونعملهم كوصفة بفضل الله تعالى بتقوي الشعر. بتقول اختنا بعد الاكل بجد صعوبة في الهضم. بنقول اسلم شيء بنوصف الصبر، بندي قطعة في حجم الحمصة على كوب ماء على الريق يوميا لمدة اسبوع، بفضل الله بتحسن الهضم. اختنا امة الله من القاهرة بتقول السكر عالي، عندي 38 سنة والضغط واطي، وعندي حمى البحر الابيض المتوسط. طبعا حمى البحر الابيض المتوسط مرض مناعي، والسكر مرض في التمثيل الغذائي للسكريات، والضغط معروف اما يبقى منخفض ناخد العرقسوس، مفيد جدا يرفع الضغط، ولكن نحذر من الصوديوم. يعني مش نقول ناكل بقى حتة مخلل وطرشي وزود الملح واديني كوباية بن مش عارف ايه عشان ارفع الضغط، الكلام ده خطأ، خطأ للصحة، لانه بيشتغل يرفع الضغط مؤقتا، ولكن على المدى البعيد هيأذي القلب، هيأذي الاوعية الدموية، لا الكلام ده مش عايزين. يبقى افضل شيء العرقسوس بالنسبة للضغط. اما السكر فبندي مع النظام الغذائي احد هذه الاشياء الاتية: مغلي ورق التوت، مغلي ورق الزيتون، قرفة بالليمون، ثلاث معالق ترمس، حلبة مغلية، بصلة مشوية، المشي نص ساعة، كل ده بيحسن السكر وبيخفض معدل السكر. ده حتى اليانسون النجمي لو اتفور كده واتنقع 8 ساعات بينزل السكر تنزيل قوي جدا، ولكن علينا ان احنا نمسك محبس السكر. محبس السكر حاجتين الحقيقة: الحلويات والنشويات، ونمرة اتنين وده المهم، التوتر والحالة النفسية. مش عايزين بقى القلق والغضب والزعل. ونرجع لحديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءه الصحابة فقال الصحابي فقال له: عظني يا رسول الله. قال: لا تغضب، زدني، لا تغضب، لا تغضب، ان الغضب بيرفع السكر يا اخت امة الله. اما حمى البحر الابيض المتوسط فالمرض المناعي ده محتاج للحجامة مرة في الشهر لمدة 3 أشهر، وبإذن الله بيتحسن. عمر من الفيوم بيقول: أيهما أفضل، الحقن ولا الأعشاب لفيروس سي؟ أنا بالنسبة لي أقول لك نمرة واحد نظام غذائي ما فيهوش فيه دهون، ده نمرة واحد. أنت عايز تحمي الكبد بتاعك؟ فيروس سي ده فيروس ضعيف جدا، 30% من الناس بتخف من غير دواء، يعني بفضل من الله وكرم. يعني يجي لك احيانا مريض يقول لك اديني اديله اي حاجه وربنا شفاه، فيجي يقول له: والله رحت للدكتور فلان عمل لي حجامه، الدكتور فلان قرصني نحل، الدكتور فلان اداني الحقن. هو في الكتب 30% بيشفوا بقدر الله وبرحمته سبحانه وتعالى، فده بقدر الله. الامر الثاني النظام الغذائي بيحافظ على الكبد، ما اقعدش اكل دهون واكل مواد حافظه واكل اطعمه من الشارع واطعمه سندوتشات مش عارف فيها كميه دهون وزيوت عاليه ومواد بهارات وشطه واقعد اقول ايه انا الكبد عندي ما بيستجيبش لا اهم حاجه ده. بعد كده الاعشاب معروفين التلات، باخد قشر الخرشوف والهندباء البري ومعاهم الكركم ربع معلقه في اليوم، بفضل الله بيحسنوا فيروس سي. اختنا زينب من اسوان بتقول: طولي 150 سنتي وعندي 39 كيلو جرام، طيب عايزه حاجه زياده الوزن. بنقول افضل شيء الاول نحلل نشوف ما عندناش مشاكل، ممكن يكون عندها طفيليات بتاكل الاكل فنحلل براز ونشوف، لو لقينا في طفيليات بتاخد ايه؟ قشر الرمان المغلي ومعاه اللهم صل على سيدنا محمد البابونج، او بنسميه بتاخد البابونج مع قشر الرمان مغلي صباحا على الريق لمده 7 أيام، او الشيح البلدي مغلي 7 أيام على الريق، طبعا نص معلقه ونص معلقه عشان نقضي على الطفيليات. طب لو ما فيش طفيليات يبقى نبدا ندي اكل عالي السعرات الحراريه، بندي عصائر طبيعيه. أنا ليه يهمني العصائر الطبيعية؟ عشان عايز الوزن يزيد مع صحة، مش عايز بس مجرد وزن يزيد تختخة وكده، ما لا. أبدأ أدي التمر اللي معمول بالزبدة، يعني أجيب شوية العجوة الجميلة أحطها مع زبدة
مع حلبة مطحونة على نار هادية وضيف لها لبن كامل الدسم، بتتعمل كعجينة بعد ما تنزل من على النار تبرد، أضيف لها كم معلقة عسل نحل وأعملها كور وغطيها بالسمسم وتتاكل بين الوجبات. دي بتزود الوزن ودي من الأشياء الطيبة المجربة، وإن شاء الله أنا أحاول أصنعها لكم، دي نعملها لكم بصورة حلوة تتقدم بدل الشوكولاتات اللي فيها بعض الأشياء اللي مش عايزينها، لا دي تبقى كلها حاجات طبيعية ونخليها للنحافة فقط. يعني الواحد بدل داخل على حد أو للنقاهة اللي قايم من المستشفى بعد عملية جراحية كبيرة، أما يأكل طمر وحلبة وأشياء وطعمها يبقى بإذن الله جميل وطيب. أخونا عادل من كفر الشيخ بيقول الابن ركبته بتألمه، عنده شوية التهابات في الأنف، احنا بنقول له أخونا محتاج يعمل تحاليل نشوف الحمى الروماتيزمية قد يكون عنده الميكروب السبحي. فالأول لابد أنك تعرضه على دكتور أطفال يعمل له تحليل وبعدين نعالج ما سنجده من نتائج التحليل يا أخ عادل. أخونا عادل بقى من أسوان بيقول الأدم من تحت فيه آلام مبرحة وعندي مشكلة في الشرايين في الرجلين. نقول بقى مشكلة الشرايين يبقى محتاجة تدليك من أسفل لأعلى بزيت زيتون وزيت خردل. نمرة 2 عمل تمرينات، ده هنا كلام بقى العلاج الطبيعي اللي بنقوله، تمرينات بنسميه تمرين الخياطة بتاعت زمان اللي هي قاعدة على المكنة وعمالة تشغل رجليها طالع نازل وتلف الرجل الداخل والخارج. في البيت اما بعد شغلك او ترجع من العمل يا اخ عادل ارفع رجليك على مساند وحركها، ليه؟ عشان تدفع الدم والشرايين الدم من الشرايين بتاعه الرجلين لاعلى. يعني احنا بعد الدم بيضخ طبع الجاذبيه من اعلى لاسفل، كان عايزين العضلات تضخ من اسفل لاعلى مع الدهان زي ما قلنا بزيت زيتون وزيت خردل. اختنا ام ملك بتقول البنت 4 سنين ما بتمشيش والكلام عندها متاثر والمقياس الذكاء 72 وبتعمل علاج طبيعي ولكن عندها مشكلة ما تيجي تشيلها رجليها بتعمل زي المقص. بنقول هنا يا أم ملك البنت عندها تأخر نمو حركي، مش حركي بس، تأخر في النطق، ونسبة 72 يبقى تأخر ذهني، يبقى محتاجة الآتي: علاج طبيعي، محتاجة تعمل حجامة، محتاجة أخصائية تخاطب، واحدة تعلمها إزاي تتكلم، 4 سنين لازم يبقى فيه، ومحتاجة حد يعلمها مهارات بقى انها في سن يعني 4 سنين و72 مقياس الذكاء عشان ذكائها تبدأ تشغله شوية. العلاج الطبيعي اللي بتاخده محتاجة ممكن علاج طبيعي مكثف اللي هو بيكون حدود 4 ساعات يوميا بنوقفها في جهاز اسمه السبايدر او بتقف في جهاز اسمه الساند الواقف عشان تبدأ تأهل نفسها للمشي. لكن لو احنا قاعدينها باستمرار ونعمل التمارين بس وهي نايمة كده مش هتبدأ عندها يتعدل القوام ويتعدل الاتزان ويتعدل بنقول التحكم في الجلوس أو الوقوف بعد كده بإذن الله تعالى. أخونا إيهاب بيقول عايز تمارين تقيني من الغضروف وخايف ليحصل عنده غضروف، وليه حق الحقيقة، إن 70% من سكان العالم بيشتكوا من ألم ظهر في مرة في حياتهم. يعني إيه؟ يعني يقولك والله أنا عانيت من ألم في الظهر من 10 سنين. الناس بتخاف، والغضاريف دلوقتي كترت، كل واحد يتحرك يقولك والله ده عندي ظهر غضروف، أنا عامل عملية الرابعة والخامسة. فأخونا الله يبارك له إيهاب قوله أمين، يعني بيقول عندي ألام في الظهر أو بيخايف لا يحصل عنده ألام في الظهر الغضروف يعمل إيه؟ بنقول أنسب رياضة للظهر تقي من الغضاريف هي السباحة، ده على مستوى بنقول الاتحاد الدولي للعلاج الطبيعي بيوجد كل لعبة أنسب لعبة لمنطقة معينة في الجسم، فبيقولوا أنسب رياضة الواحد يمارسها وقاية من غضاريف الظهر بل علاج لغضاريف الظهر هي السباحة. نمرة 2 في تمرينات تقوية لعضلات الظهر والبطن، يا ريتك تراجعها يا أخ إيهاب من على الموقع الخاص بالقناة أو الموقع الخاص بيا في برنامجنا بتاع 5 لصحتك بتاع رمضان، احنا عملنا 5 دقايق بس عرضنا فيهم تمرينات للظهر وتمرينات للبطن وتمرينات الرقبة والرجل ما سبناش حتة في الجسم ما عملناش فيها تمرينات، ان وجدت ان هذا ضرورة لابد الناس تعرفها وتبقى صورة سهلة. يعني 2-3 تمرينات ابدأ راجعهم شوفهم على الموقع الرسمي للدكتور أمير صالح، هتجدهم في حاجة اسمها المكتبة المرئية، برنامج 5 لصحتك 5 دقايق اتفرج عليهم بفضل الله تجد تمرينات الظهر والبطن مفيدة ليك. بيقول طب ايه الاكل المفيد لكده؟ بقول لك يعني اهتم بالسمك علشان الكالسيوم والفسفور،
اهتم بالفواكه والخضروات الطازجة، العسل ما ننساهوش، والتمر من السنن اللي النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحرص عليها. وياريت ياريت وإحنا بنأكل هذا لا ننسى الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أخونا أختنا أم تامر من القليوبية بتقول الركبة بتألمني مش قادرة أتنيها والسجود عليها. بنقول طبعا أكيد في مشكلة في الركبة، قد تكون خشونة. هذه الخشونة محتاجة إيه؟ حجامة على جانب الركبة، تقوية لعضلات الفخذ، ممكن نعمل جلسات علاج طبيعي طبعا، ممكن نعمل موجات متداخلة، موجات فوق صوتية، ممكن نعمل الليزر مهم جدا ليها مع تمرينات. نقول تمرينات التاني الخفيف التدريجي، كلمة التدريجي مهم، لأن أحيانا بيكون الخشونة وقفت في حد معين. ما جيش أنا أروح بالعافية واحد يقول لك لا لا يا جدع صلي، اتني اتني ما يهمكش، فتيجي تتني بيحصل في زوائد عظمية تتكسر داخل المفصل، فدي تعمل مشكلة كبيرة. لا، خلينا تدريجيا في حدود الألم المحتمل تحت توجيه إن شاء الله دكتورة العلاج الطبيعي اللي هتعملها لك يا أم تامر. محمد من المنوفية بيقول في حجامة العيون، بالله عليك تقول لي، بقول له نعم في حجامة العيون. بيقول لي العصب بالضر خالص، بقول له ما جعل الله من داء إلا وله دواء. أم محمد بتقول عندي التهاب في جدار المعدة، أكل أي حاجة بتعب، نسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يشفيها. بتقول أعمل منظار ولا ما أعملش؟ طبعا ده رأي دكتور الجهاز الهضمي، ولكن أنا رأيي يعني قبل ما نعمل حاجة ابعدي عن الأكل اللي فيه مسبك، المقلي والمحمر، الحلويات أبعد عن دول ابتداء، ابعد عن الشطة والتوابل. طب هاكل أكل خفيف مسلوق ونايف نايا يا دكتور ما فيهوش شط، أعمل إيه تاني؟ تاخدي الصبر حتى قد الحمصة على كوب ماء على الريق الصبح، ومغلي الشمر بعد كل وجبة بفضل الله، بس تشرب المية وتاكل الحب، يعني زي ما كنا زمان ناكل الحلبة الحاصة كده، ما بنشرب المية وناكل الحب. ياريت انت بقى مع الشمر يا أم محمد. أم عبد الله من سوهاج بتقول الكحة عند الوالدة كحة مزمنة، وما بتكح كتير بيحصل نزيف. أنا هنا يعني معلش قلقان شوية على الوالدة، السن أما يبقى سن كبير وفي نزيف خصوصا نزيف رحمي عند النساء، لا ما ناخدش الموضوع بسهولة، يبقى لابد من عرضها على طبيبة أمراض نساء، قد تحتاج إلى عمل سونار أو مسحة من الرحم عشان نحدد نوع النزيف وسبب النزيف. إن هذه الموضوعات ما ناخدهاش كده بسهولة، ما ممكن أقولك أعمل لها مغلي قشر الرمان، أعمل لها مغلي السواك يوقف النزيف، بس إيه السبب؟ مش كل واحد يكح نعمل يجيله نزيف. فياريت بالله عليكي ما تهمليش ماما، لابد من عرضها على طبيبة نساء عمل مسحة من الرحم، تحلل ونشوف ونطمن عليها جميعا بإذن الله تعالى. أما سؤالك الثاني برضو ده عايز دكتورة نساء، يعني أنا لو كده ممكن يعني بعد الحلقة لو تاخدي التليفون من الكنترول يعني أدلك يعني أستاذة نساء تقدر تقولك على الإجابة. إن بتقولي الوسائل، أنا بتكلم عن الوسائل الطبيعية لمنع الحمل، أرجع للطريقة مش منع، يعني نقول لتأخيره نقول الوسيلة المحمدية اللي هو العزل، كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن أنا بالنسبة لي الضرر اللي جاي من الحقن، في ضرر أيضا جاي من الكبسولة، في ضرر جاي من الأقراص، كل ده هرمونات وليها ضرر، ولكن أخفهم ضررا ده اللي يحدده دكتورة النساء. ولكن بالنسبة لي أنا أقول نرجع لطريقة العزل كما أمر أو كما فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمة الله من الأقصر بتقول الأخت حملت وتأخر عليها الولادة فعملوا لها قيصرية، حمل الثاني، بتقول هل ينفع أنها تولد طبيعي ولا لا؟ برضو نرجع لدكتورة النساء، ولكن أنا من رأيي يعني أنا عشان بس الزوجة طبيبة نساء فبتقول بندي الواحدة فرصة، بس ده محتاجة بقى دكتورة نساء شاطرة تكون معاه، يعني معلش في دكاترة احنا بنختار دكتورة متميزة بتقدر تعمل قيصرية بحيث هتصبر عليها الفترة معينة، وجدت لا هيحصل فيه، طبعا بنتابع الجنين هل النبض والقلب ومحتاج، لو لقيناه يخش في مشكلة لابد من عمل القيصرية، ويبقى ده هو فرصتها في العلاج. أما الإمساك بتاخد معلقة زيت زيتون على الريق هتفيدها جدا في الولادة إن شاء الله. طبعا الوقت جري، وأخونا عبد الكريم بيقول لي يا ريت نختم
فبنقول له نعم، نختم بإذن الله تعالى في الختام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يعفو عن كل مبتلى، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء مع الطب الآمن. الطب سلام وأمان.